بالنسبة للتحضيرات نحن قضينا الشتاء كله عم نتدرب مشان هي البطولة، كنا عم نستنى هذا الشيء من أولية الشتاء، يعني تدربنا من قلبنا وبحيث نحن كان يعني دافعنا كان كبير كثير. أنا من نادي الثورة، اسمي إيلي راجحة، فئة الناشئين. لا كانت تحضيراته منيحة يعني، صار في ضغط شوي تدريب مضبوط مثل ما قلتي يعني، بس يعني لحقنا ماشي الحال.